رجعت مصر عشان اشتغل، وكنت متحمس للشغل، انما ما حصلش. انا ما اعرفش اعمل فيلم كله نكت ورقصات وتفاهه، لما تلاقي ان انا عملت 7 افلام في حياتي فلازم اقول ان انا كنت فاشل. ايا كان، انا كان مفروض ان اعمل زي ما الناس عايزة، مفروض كده عشان انجح، انما انا ما بعد هذا العمر الشوية خير اللي عملته ان سبت فكرة طيبة في الطلبة اللي انا كنت بدرس له. صحيح ان اكترهم خسروا لما راح السوق اشتغلوا في السوق، ولا كأننا نصحنا ولا كأننا اتكلمنا، فما فضلش في حياتي الا العيلة الصغيرة اللي انا عاملها دي. باستمرار انا غريب، غريب، وده قدري. يعني انا داخل في مجتمع انا قابله بس هو مش قابلني، تعمل ايه؟